السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات يورو 2024 بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 15/6/2024 في الجولة الأولى من يورو 2024 كأس أوروبا 2024. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الجمعه او يوم الجمعه 14/6/2024 المانيا فازت على اسكتلندا 5-1. في حاجة غلط حصلت في الموقع ده ولا ايه؟ المانيا فازت على اسكتلندا 5-1، احرز ده في المانيا فلوريان فيرتس في الدقيقة 10، جمال موسيالا في الدقيقة 19، اسيست كاي هافرتس، وكاي هافرتس سجل هدف الثالث في الدقيقة الأولى من مقتبل الضعف الأول ضربة جزاء، الهدف الرابع عن طريق نيكلاس في الكروخ في الدقيقة 68، وأيمر تشان سجل الهدف الخامس في الدقيقة 93، هدف اسكتلندا عن طريق روديجير في الدقيقة 87. اليوم السبت 15/6/2024 المجر خسرت من سويسرا 1-3، الهدف الثالث عن طريق بريل ايمابولو في الدقيقة 93 لسويسرا. اسبانيا اليوم فازت على كرواتيا 3-0، احرز في اسبانيا الفارو موراتا في الدقيقة 29، فابيان رويس في الدقيقة 32، واسيست بدري، الهدف الثالث عن طريق دانيال كارفخال في الدقيقة 2 الوقت الضائع في الشوط الأول، واسيست لامين يامال. اكيد سمعت الاسماء قبل كده في الدوري الاسباني، الفرا مراتا في اتلتيكو مدريد مثلا، بيدري في برشلونه، لامين يامال في برشلونه، داني كارفخال او دانيال كارفخال ده طبعا في ريال مدريد. ايطاليا فازت على البانيا 2-1، احرز دفاع ايطاليا اليساندرو باستوني في الدقيقه 11، واسيست لورينزو بليغريني، الهدف السابع عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقه 16، هدف البانيا عن طريق نديم بايرامي في الدقيقه الاولى. غدا الاحد 16/6/2024 عندنا ثلاث مباريات، بولندا في مواجهه هولندا 4 عصرا مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس ماكس الاولى والمعلق علي محمد علي، وسلوفينيا هتلعب مع الدنمارك 7 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس ماكس الثانيه والمعلق احمد البلوشي، والصرب هيلعب مع انجلترا 10 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس ماكس الاولى والمعلق حسن العيدروس. متابعين الكرام، خلينا نتعرف الان على ترتيب المجموعات. وعندنا في المجموعه ايه الاولى تضم المانيا المركز الاول 3 نقاط، سويسرا المركز الثاني 3 نقاط، المجر المركز الثالث بدون نقاط، واسكتلندا المركز الرابع والاخير بدون نقاط. طبعا احنا عندنا 3 جولات فقط متابعينا الكرام، كل مباريات بتتلعب في المانيا. بعد انتهاء ال3 جولات بيتاهل صاحب المركز الاول والثاني الى دور ال16 ومعاهم افضل 4 في المركز الثالث، لان احنا عندنا 6 مجموعات. متابعينا الكرام، مجموعه بي الثانيه تضم اسبانيا المركز الاول 3 نقاط، ايطاليا المركز الثاني 3 نقاط، البانيا المركز الثالث بدون نقاط، وكرواتيا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه سي الثالثه لسه ما تلعبش اي مباراه في المجموعه سي ودي واي واف، سلوفينيا وصربيا والدنمارك وانجلترا. المجموعه دي الرابعه بولندا والنمسا وهولندا وفرنسا. المجموعة E الخامسة بلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا. مجموعة F الستة تركيا والبرتغال وجورجيا والتشيك. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين متابعينا الكرام. المركز الأول أليساندرو باستوني لعب، أو كلهم سجلوا هدف واحد، أليساندرو باستوني لاعب إيطاليا، ألفارو موراتا لاعب إسبانيا، بريل إمبولو لاعب سويسرا، بارنباس لاعب المجر، دانيال كارفخال لاعب اسبانيا، إمرتشان لاعب المانيا، فابيو رويز لاعب اسبانيا، فلوريان فيرتس لاعب المانيا، جمال موسيالا لاعب المانيا، كوادو دواه لاعب سويسرا، كاي هافرتس لاعب المانيا، مايكل ابشير لاعب سويسرا، نديم بايرامي لاعب اسبانيا البانيا اسف، نيكولو باريلا لاعب ايطاليا، ونيكولاس فوركروغ لاعب المانيا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.